أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بل هي سائلة من بلاد النذرلند، تقول ظهر مؤخرا بين أوساط الشباب مسألة الدعوة للخروج إلى سوريا للجهاد، فمن ضمن الخارجين شابات صغيرات في عمر 15، 16، 17 سنة ويخرجن سرا بدون علم الآباء، فإن حصل السؤال لما يخرج هؤلاء الصغار إلى سوريا يقولون هي هجرة واجبة، ويدعون أنهم استحوذوا على منطقة حلب ويقيمون فيها شرع الله، ما نصيحتكم تجاه هذا الذي يزعمون؟ نصيحتي تجاه هذا الذي يزعمون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى أهل العلم في هذا الباب، لأن أهل العلم بيّنوا أن لا جهاد شرعي قائم في سوريا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجهاد الشرعي لابد فيه من عدة شروط. الشرط الأول أن يكون مع الإمام، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. فهؤلاء الذين يخرجون إلى سوريا للقتال لا يخرجون بإذن الإمام، وينشقون عن جماعة المسلمين، ويحدثون بخروجهم هذا الكثير من المشاكل التي تجر على الإسلام وعلى المسلمين، فخروجهم مخالف لهذه الصفة الأولى من صفات وضوابط الجهاد الشرعي. الشرط الثاني في الجهاد الشرعي أن يكون تحت راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. ومعلوم أن الجهاد في سوريا ليس فيه راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله، هناك نصارى يقاتلون، هناك علمانيون يقاتلون، هناك قوميين يقاتلون، وهناك من يدعي الإسلام من التكفيريين يقاتلون، وهناك أصحاب أفكار وضلالات يقاتلون، فهؤلاء كلهم القتال تحتهم ليس قتال تحت راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله. ثم حتى لو قال أحد هؤلاء نحن نقاتل لإعلاء كلمة الله، نقول إعلاء كلمة الله بالصفة الشرعية لابد أن يكون من وراء إمام شرعي، وأنتم ليس لكم إمام شرعي تقاتلون من ورائه. فإن قالوا نحن عندنا أمير أمرناه على الجماعة فهو إمامنا الشرعي، فنقول أنتم تغالطون، لا يقال عن هذا الذي تؤمرونه أنه هو الإمام الشرعي الذي انضوت تحته جماعة المسلمين. أيضا من شروط الجهاد الشرعي وأوصافه الشرعية أن يتم إعداد العدة له، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأي إعداد شرعي وأي إعداد للقتال أعده هؤلاء الذين يذهبون للقتال في تلك الأماكن؟ لا يعرفون حمل السلاح، ولا يعرفون الخطة القتالية، ولا يعرفون ما يتعلق بأمور الجهاد والضرب في الأرض، كل هذا الأمر لا يعرفونه، فأي إعداد ذهبوا به للقتال في تلك الأماكن؟ لا شك أنهم بمخالفتهم لهذه الأوصاف جميعا قد عملوا عملا لم يأتي به شرع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعملهم هذا مردود عليه، ولا ينفعهم أن يقولوا إن نيتنا هي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لأن النية الصالحة إذا لم تكن مقترنة بعمل موافق لشرع الله لا تنفع صاحبها، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا لله ويكون متابعا فيه شرع الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الأمر الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الصغار عن القتال من الرجال لأنهم لم يبلغوا السن، كما رد عبد الله بن عمر لما أراد أن يقاتل في أحد، ورد غيرهم من شباب الصحابة لما أرادوا أن يقاتل وهم رجال، فما بالك بالصغيرات من النساء. لا شك أن الحكم في حقهن أوكد في أنه ما ينبغي لهن الخروج للقتال. ثم ما ذكر في السؤال من أنهم يقولون إننا نخرج للقتال لأن هذا من باب الهجرة والهجرة علينا واجبة، نقول الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تدور بين الوجوب والاستحباب، فهي واجبة على من قدر عليها وخشي إن بقي في بلاد الكفر على دينه ولم يستطع أن يظهر دينه، وهي مستحبة في حق من قدر على إظهار دينه ولا يخشى الفتنة على نفسه في البقاء في بلاد الكفر، ففي هذه الحالة نقول له أنت يستحب لك أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وفي الحالة الأولى نقول يجب. والعلماء يقولون ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهل الآن الوضع في سوريا يجعلها بلاد الإسلام؟ الواضح والمؤكد أن الدولة هناك دولة تتبنى المذهب النصيري أو تتبنى المذهب الجعفري، وهي بالتالي تتبنى مذاهب حكم أهل العلم عليها بأنها مذاهب كفرية، وهي تحارب الإسلام وتحارب المسلمين. ولعلكم تسمعون عن الفضائع الكثيرة التي تلحق الإسلام والمسلمين في تلك البلاد، فكيف يكون الذهاب إلى تلك البلاد للقتال هو من باب تحقيق الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ لا شك أن هذا أمر غريب ويستعجب من أصحابي مثل هذا القول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على هؤلاء الفتيات وعلى الشباب وغيرهم أن لا يفعلوا مثل هذه الأمور، وأن ينتبهوا إلى أن لا يضيع عمرهم عليهم هدر، وأن تضيع حياتهم عليهم هدر، ويقعون في معصية ومخالفة من بصورة أنهم يريدون أن يفعلوا الطاعة وأن يوافقوا الشرع، فإن هذا بلا شك من خدع الشيطان ومن خدع أهل الضلال. نسأل الله أن يحمينا وإياكم والجميع من كل سوء. نعم.